سيدنا المرة الثاني نوميني فاتن لدوزة أسبوع حافل بالأحداث صور وإيماج من الدار. النوميني الثاني فاتن. قلب زاد رجع وصل المحبة مال حنين الحبيب وباعو. علاش ما بعتليش الكلمات قبل له؟ عندي برشا شوية براهو صديقي لقيتو كان توا. كما جيش الفن في نظري أنا عنده قيمة كبيرة، أنا عمري ما نوصل نبكي. نقاط الضعف تاع فاتن هي تعمل مجهود وتقص المجهود في النص، يعني العمل تقصه في النص. نقاط الضعف نتاع فاتن اللي هي معناتها الانتيريوريز، معناتها تخبي ياسر في الباطن نتاعها، ما تعبرش، ما تقولش علاش شنو المشكله اللي مخلقتها، تخبي ياسر في الباطن. شخ. انا المره الاولى كنت ما نحبش، كنت ليه ما نخرجش، ما نحبش نقعد في الناس الاولى لازم هذه انا معناها جاك كان قعدت نخدم كان خرجت ربي معك. فاتن نقاط القوة نتاعها اللي هي صريحة وتحب صحابها برشا، ومعناتها طبيعتها عادية، معناتها تتصرف بكل تلقائية، معناتها وصريحة بالكل. مش على نية اللي غلطت في حقه واللي جاوبته بطريقة خايبة، حتى للناس اللي تتفرج وحتى اللي ما بعثتش اسامي وهي قاعده تتفرج نطلب منها سماحه.